موجودين. هي لا يفوتنا طبعا ان يكون امبارح هو عيد تحرير سيناء، وتمر هذه المناسبه مرور الكرام ان وزاره الموارد المائيه والري من احد اذرع الدوله اللي تمد نقطه الميه لتعمير سيناء، واللي شفناه النهارده حقيقه لا يعبر فقط بس دي جزء بسيط عشان ضيق الوقت، لكن مشروع ترعه السلام بنتكلم في 5.5 مليار جنيه، تم تنفيذ 89% من مشروع ترعه السلام. عمر ما الارهاب سيوقف اي اعمال تنهيميه في سيناء، الناس وزاره الري والقيادات والمهندسين بتوعنا موجودين، لم يتركوا محطاتهم في يوم من الايام مهما كانت التحديات، المحطات بتدار بشكل كامل بتواجد كامل للوزاره. ايضا في هذا العيد بنضيء شمعه اخرى لمشروعات تنمية سيناء، وهو حماية من السيول، وحضراتكم شفتوها. بنتكلم في مشروعات في العشرة شهور عمر هذه الحكومة تم التعاقد على أعمال حماية من السيول تبلغ 450 مليون جنيه في 10 شهور. ما تم إنفاقه على حماية جنوب سيناء في ال10 سنوات السابقة لم يتجاوز 90 مليون، يبقى في ال10 سنوات اتصرف 90 مليون، احنا في ال10 شهور 450 مليون جنيه. اذن هو الرد الحقيقي على اي اعمال ارهاب او تخريب، بنرد عليها بتعمير وتنميه. عمر ما في حد تقاعس، شغالين في وسط ظروف صعبه مهندسين وزاره الري في اعمال الحمايه من السيول. برضه الفيلم اللي شفناه لم يتعرض لمشروع كبير بنعمله تحت قناه السويس الجديده، البعض لا يعرف ان احنا مشتركين في مشروع قناه السويس الجديده بامرار المياه ل100,000 فدان في 4 مواسير عملاقه، قطر الماسوره 4 متر بتمر تحت القناه الجديده، والتحدي ان لازم تنتهي قبل افتتاح القناه، وستكون اخر نقطه في قناه السويس يتم حفرها، من المتوقع الانتهاء منها في شهر يونيو القادم. في تحدي ايضا اخر بتشوف الوزاره الانتهاء في هذا الوقت بتكلفه 170 مليون جنيه، غير ترعه السلام وغير الحمايه من السيول وغير الصحاره، عدد كبير من الابار بيحفر في وسط سيناء علشان الاهالي. تم حفر 20 بحيره في سانت كاترين، وحاليا 23 بحيره ايضا بتملى في سانت كاترين، وكلها اتملت ميه هذا العام بفضل ربنا. البحيرات اللي حضراتكم بعض منها شفناها اتملى ميه بمجرد الانتهاء منها، وكانت هذه السيول ستكون مدمره. من اسبوعين تعرضت جنوب سيناء الى سيول، وبفضل ربنا 3 بحيرات اللي كانوا خلصهم اتملوا نصهم ميه، والا كانت هتدمر الطريق. ففضل ربنا ان شاء الله يمكن على مايو القادم سنعلن ان شاء الله بتوفيق ربنا انتهاء موسم السيول، وربنا حمى مصر من اي مخاطر. العام الماضي يمكن الخسائر تفوق 400 مليون جنيه، في ساعتين زمن ضاعت 400 مليون جنيه استثمارات. بفضل ربنا وتوجيهات حقيقه الحكومه كلها ان احنا بنتعامل مع هذه المشكله واقتحامها. كل هذه الشمعات اللي احنا ضاناها في هذه الاحتفاليه جاء الوقت على الاقل ان احنا نعرض على حضراتكم بعض منها، وراء مجهود كبير الوزاره بتقوم به، لكن هو ده ردنا على اي مجال للارهاب او التخريب. فالنهارده بنعلن برضو اهداء بناء على مطالب العاملين في قطاع سيناء، كنت انا في زياره وطلبوا حقيقه مطلبهم الوحيد وجود سياره اسعاف للحالات الطارئه. فالنهارده بنهدي في الاستراحة ومن بين الفاصل الأول والثاني سنهدي سيارة إسعاف إهداء إلى أبناء الوزارة اللي في سيناء مجهزة بتجهيز كامل، وستكون هناك متواجدة مع إخواننا في وزارة الري الموجودين في سيناء. هذا هو ردنا على التخريب بالتعمير، وعدم يعني محدش بيتأخر عن تعمير سيناء. يمكن النهاردة برضو لا يفوتنا هذه المناسبة إلا وتكريم العاملين في الوزارة
الذين فقدوا أبنائهم في حوادث الإرهاب من ضباط شرطة أو مجندين أو من الجيش. النهاردة بنشد على أيديهم ونكرمهم وبنقول ربنا سبحانه وتعالى اجعلهم من الشهداء. والنهاردة أقل شيء إن إحنا هنكرم العاملين الذين أولادهم فقدناهم في هذه الحوادث الغدر. أقل شيء في وسط حضراتكم إن إحنا نكرمهم ونشد على أيديهم ونتمنى لهم إن شاء الله يعني ربنا سبحانه وتعالى يتمهم الصبر وأيضا يكونوا سبب في دخولهم الجنة بإذن الله. ربنا يعني يتغمدهم برحمته ويحفظ كل شباب مصر من الشرطة ومن الجيش والمدنيين من حوادث الغدر. أعتقد في وجود حضراتكم هذا التكريم إن شاء الله سيتم. وأعتقد يمكن يعني ربما الوقت بتاع الاحتفالية نتمنى يمتد الوقت أطول، لكن عندنا النهاردة الجزء الثاني من هذا الاحتفال وهو بنرد به على ما يخص حملة إنقاذ نهر النيل. أيضا سيكون لها وقت للاحتفالية بها والتفاعل مع السادة الفنانين اللي ساهموا معنا وكل من شارك في هذه الحملة، وهو الجزء الثاني من هذه الاحتفالية. ويمكن النهاردة كلنا متواجدين ندعي ربنا سبحانه وتعالى يحفظ قائد هذا البلد ويحفظ يعني الحكومة ويحفظ كل شعب مصر من كل خطر. وكلنا أمل بإذن الله أن بكرة هيكون أحسن وأفضل، وكل يوم بنشعر مزيد بإذن الله من التقدم والرخاء لبلدنا بمشروعات التنمية والتعمير، وليس بكلمات وليس بشعارات وإنما تنفيذ فعلي إن شاء الله. يعني نسأل ربنا سبحانه وتعالى في هذا الوقت إن هو يحفظ بلدنا من كل سوء. ونشكر حضراتكم على حضوركم وتشرفكم بالنهاردة في وزارة الري، ونبدأ بتكريم السادة العاملين الذين فقدوا أبنائهم. شكرا لحضراتكم.